صباح الخير يا متابعين مفتاح الفني الصباحي لشركة وينزل بروكر، هيضم لكم كريم مجدي يوم 4 يناير 2022، وهنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن أسعار الذهب. محاولات للتعافي طبعا ضعيفة جدا خلال التداولات الصباحية اليوم بعد صعود عوائد السندات الأمريكية اللي دفعت الذهب لتسجيله أسوأ أداء ليه في 6 أسابيع خلال طبعا تداولات أمس، بجانب دعم من رهانات على أن المجلس الفيدرالي الأمريكي سيرفع أسعار الفايدة بشكل أسرع من المتوقع. كل ده أثر بشكل مباشر وسريع على أسعار الذهب، وشفناه بيسجل أسوأ أداء ليه في 6 سنوات وأول تراجع في 3 سنوات. دي كانت أهم الأخبار اللي أثرت على الأسواق. امبارح ما كانش عندنا أي بيانات هامة من شأنها تؤثر على أسعار الذهب، والنهارده أكيد هنكون في انتظار بيان هام. طبعا امبارح كان عندنا اللي هو مؤشر مدير المشتريات الصناعي الألماني، والنهارده هنكون في انتظار بيان أيضا من ألمانيا معدل التغيير في البطالة الألمانية. ولكن البيان المنتظر اللي يكون له تأثير على أسعار الذهب هو مؤشر مدير المشتريات الصناعي المتوقع ل 60.1، والشهر الماضي كان 61.1. دي كانت اهم البيانات واهم الاخبار، وذلك خلينا ننتقل مع بعض ونشوف الشارت توقعاتنا ليه على مدار اليوم. زي ما حضرتك شايفين طبعا الاداء السلبي الكبير لاسعار الذهب وانخفاضاته الكبيره خلال تردد امس وارتداده من ال 1830 ثبات اسفل 1809، اداء سلبي على الاي ام اي على السار عفوا على الفلات ترند، تقاطع متوسطات سعر الاسفل، ثبات السعر اسفل النقطات المحوريه، ولذلك نتوقع مزيد من الانخفاضات، ولكن بشرط كسر 1797 علشان يروح لل 89 وراها 79، مرة تانية كسر 97 وراها 89 وراها 79. السيناريو الآخر المعاكس تحقق بكسر 1820 وراها 30 وآخر نقطة عند ال 44. وبكده أعزائي المتابعين نكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى لكم أكيد يوم زاد والآمن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.